السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام نتحدث فيها عن قطاع الصحة المهمل منذ سنوات واللي يحتاج إلى وقفات نوعية شجاعة وجريئة في ذات الوقت توقف هذا التدهور وتنقل إلى فضاء في حسن الأداء المقدم، وهذا ما يبدو واضحا في المنهاج الوزاري لحكومة الخدمات اللي وصفها الإطار التنسيقي بهذا التوصيف اللي أولت هذا القطاع أولوية يعني خاصة في التحرك الوزاري الذي ابتدأ رئيس الوزراء ووزير الصحة يبعث بمؤشرات إيجابية عن حزمة حلول بدأ بتنفيذها ميدانيا تتسابق مع الزمن وتتلامس مع تراكمات المرحلة السابقة، وآخرها تنفيذ وزير الصحة لطبيعة الخدمات المقدمة لمواطني محافظة البصرة ووضع النقاط على مفاصل هكذا قطاع، تارة التأكد من ضرورة إنجاز المعطل وتارة بنوعية الأدوية وغيرها من المحطات المهمة اللي توقف عندها الوزير خلال زيارته لفيحاء العراق. أما في ملفنا الثاني مشاهدين الأحبة لحصاد هذه الليلة فيما يخص قطاع السياحة فإنها تعد فرصة ذهبية لتنمية القطاع الاقتصادي في البلد رغم الواقع المتدهور واللي شملها الإهمال كبقية القطاعات منذ عقود مرت لم يشكل موردا مهما في الموازنات الماضية على الرغم من امتلاكها مقومات عديدة تحتاج إلى الاهتمام وإعادة تفعيلها، وهذا ما سعت له الحكومة الحالية أيضا وركزت على تنشيط الاقتصاد من خلال تعدد الموارد المالية وتنوعها منها السياحة ترتيب هيكليتها وتوجيه الجهات المختصة بإعادة تفعيلها. ومن ضمن السعي لتنشيط ملف السياحة هو إنشاء علاقات وتعاون دولي وكذلك تعزيز الشراكة. إذن مشاهدي الأحبة في هذا الملف كونوا معنا نتابع مع ضيوفنا الكرام أبرز ما استجد في هذه المرحلة. مشاهدينا أشار وزير الصحة خلال زيارته لمحافظة البصرة بطبيعة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني المدينة والجهود المبذولة للارتقاء بواقع العمل الذي يستلزم هو الآخر جهد إضافي، ودعا في الوقت ذاته الإعلام إلى تسليط الضوء على المساحات الإيجابية كما يسلط الضوء على السلبية، منها بغية معالجة هذه المساحات. وخلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف لكن بعد أن نتابع جزء من المؤتمر الصحفي لوزير الصحة في البصرة الفيحاء. معناتها أنه إحنا بدينا من اللحظة الأولى بتطبيق البرنامج الحكومي، وهذا البرنامج الحكومي يراد لإسناد من حضراتكم الإعلام ويراد لأيضا مراقبة، إذا كان هناك خلل فأنتم مسؤولين أن تظهرون الخلل، وإذا كان هناك عامل إيجابي أنتم مسؤولين أن تسوقون هذا العامل الإيجابي لأن هذا يعكس تطلعات أبناء بلدنا. من نقول أنه بالبصرة أكو مركز لمعالجة أمراض السرطان بأجهزة حديثة، قائمة الانتظار بصفر، هذا كريدت لأهل البصرة، تمام لو مو تمام؟ حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتورة ربا فلاح عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة، حياكم الله دكتورة ضيفة كريمة في الأستوديو، وكذلك أرحب بالأستاذ صباح زنقر رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، حياك الله أستاذ صباح. أهلا دكتورة ربا، نتحدث عن ما طلعتم عليه عن كثب من قبل وزير الصحة بما يأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء الالتماس الميداني لطبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خصوصا وأن البصرة الفيحاء قد شهدت تردي في الخدمات على كل المستويات. اليوم لما يكون وزير الصحة في البصرة ومؤتمر صحفي فهذا يؤشر إلى بادرة طيبة، كيف من الممكن أن نبدأ من هذه المحافظة التي هي بحاجة إلى الكثير؟ نعم، تحياتي
تحية طيبة لكم ولكل المشاهدين الكرام، شكرا لاستضافتكم الكريمة وشكرا لمتابعتكم الواقع الصحي والحدث أول بأول. بس للتصحيح، أنا من إعلام وزارة الصحة. طبعا بالتأكيد يعني من أولويات أو ضمن المنهاج البرنامج الحكومي هو الارتقاء بالواقع الصحي وأيضا تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والارتقاء بها. طبعا بالتالي من هذه جاءت زيارة السيد الوزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي لمحافظة البصرة وأيضا لأغلب المحافظات الأخرى، واللي تليها زيارة أخرى للمحافظة بقية المحافظات. بالتالي طبعا هذه الزيارة هي بالتأكيد لمتابعة الواقع الصحي وأيضا الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وأيضا كذلك الارتقاء بهذه الخدمات وإنشاء إنجاز المشاريع المتلكئة وإكمالها وإدخالها بالخدمة وأيضا إعادة تشغيلها. فطبعا بالتأكيد هذه كلها راح ترتقي من الواقع الصحي المقدم أيضا الخدمات المقدمة للمواطنين. طيب أستاذ صباح، وجدت ترحاب بحضرتك. أشارت الدكتورة ربا فلاح إلى الكثير من المعطيات التي تم يعني إيجاد تفاصيلها على الأرض خصوصا من البصرة، وأيضا من جهة أخرى هنا نتحدث عن جهد وزارة الصحة والجهد الإعلامي في وزارة الصحة، ومن جهة أخرى نتحدث عن الجهد الإعلامي وقادة الرأي في دورهم المهم اليوم في إيصال هذه الرسائل من المسؤول إلى الجمهور، أو بالعكس من الجمهور إلى المسؤول من خلال رصدنا الإعلامي. يعني طلعنا على زيارة جنابك ووفد من قادة الرأي إلى وزير الصحة، بالتالي اطلاعكم على المعوقات من جهة، وشلون نقدر ننقل مثل ما أكو فضائيات تنقل الواقع المرير والمأساوي، هنالك أيضا إنجازات حتى يكون هنالك توازن في الرسالة الاتصالية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد ولضيفتك الكريمين دكتور ربا وإلى كل متابعيكم. لا شك أنه عندما نذهب إلى مسؤول معين أو وزير معين أو شخص يمثل رقما مهما في المعادلة السياسية، إنما ننقل له ما يجول في خاطر المواطن ليس عبر وسائل الإعلام بل عبر الجلسات الخاصة، حتى نكتشف الغوامض والغواطس والأمور التي هي لا من الصعب إبرازها للناس. بالتالي عندما تخرج بمحصلة، وهذه المحصلة مصحوبة بأدلة، ستكون لديك قناعة بأن توفر على المواطن جهود كبيرة جدا، أنه يوجه انتقادات أو يخرج إلى الشوارع للتظاهرات أو غيرها، وأيضا نعطي رؤيتنا وبعض الأمور التصحيحية للمسؤولين حتى يستطيعوا أن يحققوا بعض الأمور، أي أن بعض الزيارات تكون هي زيارات تبادلية من حيث الأفكار والآراء. حقيقة الذي تحدث به السيد وزير الصحة إنما تحدث عن تركة ثقيلة وكبيرة جدا، يعني من الصعب اليوم أن نوجز هذه التركة بكلمات بسيطة، وأصعب شيء على الوزارة أن التخصيصات المالية القليلة التي تعطى لهذه الوزارة، لا أدري هذه الأموال وهذه السرقات التي يتحدثون عنها وهذه المبالغ الضخمة والميزانيات الانفجارية السابقة أين ذهبت، والوزارة هي اليوم تحتاج إلى الكثير. الوزير عندما يتحدث يقول حصة المواطن، يعني لخص المبالغ المليارات إلى عبارة لطيفة ذكرناها، قلنا خلي احنا أيضا نوصل المواطن. حصة المواطن الواحد تقريبا ما يقرب عن 60,000 دينار أو 40 دولار، من ضمن هذه راح تكون هاي حصة الوزارة للفرد الواحد اللي بتشمل رواتب الموظفين، تشمل الأجهزة، تشمل المعدات، تشمل الأدوية، تشمل كل شيء. يعني هذا الجمع شلون واحد يريد يفتح له فد متجر يسوي فد شيء وبعدين يجي يقسمهن إلى آخر شيء، يجوز حتى يحسب الجيجارة اللي يدخنها أو يحسب فد شيء، توصل هاي النتيجة. من نسمع بهاي النتيجة، هاي مبلغ يعد مبلغ قليل جدا، عندما نسمع بمثلا إيران يمكن 300 دولار شهريا بالنسبة للمواطن، هاي إيران اللي تعاني من حصار ومشاكل من 40 سنة وإلى اليوم. الدول الخليجية الأخرى لا تصعد المبالغ إلى 3,000 وإلى 4,000 كقطر والإمارات والسعودية، فهذا يدل على أنه حتى إحنا شفناها والمشاهد تابع في فترة كورونا. عفوا أستاذ أحمد لما أسمع سؤاله، لكن فقط ليضيف هذه الجزئية، في فترة كورونا كلنا والمواطنين تابعوا في الإمارات وفي الكويت أفرغوا فنادق للمصابين بكورونا، هنا شفرغوا لهم، سووا لهم كرفانات ومستشفيات احترقت،
مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين وغيرها من المشاكل اللي حصلت. هذا يعني انه هالدرجه الكبيره من الاهمال اليوم يقع على عاتق المسؤولين في الوقت الحاضر. وطبعا نحن لا نقول سنجامل المسؤول، لا، بل سنقف مع المسؤول ان كان مع المواطن، ونقف له بالمرصاد ان كان لم يحقق ما يريده المواطن. اليوم لسنا بصدد المجامله ولكن بصدد نقل الوقائع هي كما هي دون رتوش او دون انفعال، وقريبا الى الموضوعيه. هذا المعهود عن مراكزكم التخصصيه، مركز حضرتك وبقيه المراكز المختصه بهذا الجانب. دكتوره ربا، نتحدث اليوم عن هذه العوائق اللي هي يبدو انها بنيويه، تتعلق بالموازنه، تخصيصات ماليه، حصه الفرد او المواطن العراقي بما يخصص له في الموضوع الصحي، ولكن ايضا نرجع الى محافظه البصره. يعني محافظه البصره بها عدد هائل من السكان، بالاضافه الى انها تستقطب سكان من المحافظات المجاوره، باعتبار انه هي تعد شوي اللي بها البنى التحتيه افضل من المحافظات المحيطه بها. هذا الموضوع سكانها وسكان المحافظات المجاوره يفرض تحديات كبيره على المؤسسات الصحيه في محافظه البصره. من خلال هذه الزياره، هل من الممكن ان يتم اصلاح هذا الواقع؟ نعم، بالتأكيد. يعني هي زيارة السيد الوزير لمحافظة البصرة هي التأكيد، وأيضا متابعة مثل ما ذكرنا أنه الواقع الصحي، وكان زيارة لعدة مراكز ومستشفيات اللي من ضمنها مستشفى الصدر التعليمي، مركز البصرة للعلاج الإشعاعي، أيضا كذلك مستشفى البصرة التخصصي للأورام، مستشفى السياب، هذه طبعا التركي سعة 492 سرير، وطبعا هذه في المراحل يعني كمرحلة أولى هذه راح يتم افتتاحها. هذه كانت الزيارة ما قبل الافتتاح الجزئي اللي راح يتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، طبعا كمرحلة أولى اللي هي راح تشمل الطوارئ وكذلك أيضا الطابق الأرضي والطابق الأول. وهاي احنا المعمول بنظام يعني عالمي، انه اي مستشفى يتم افتتاحها راح تكون على ست مراحل من ناحيه افتتاح، كل مرحله تستغرق شهرين من ناحيه افتتاح. في البدايه يكون الاداره، وبعدها العيادات الخارجيه، من ثم ردهات الباطنيه والجراحيه وردهه العنايه المركزه، وايضا كذلك الطوارئ. بالتالي ايضا كذلك كان هنالك زياره الى مستشفى الجهاز الهضمي، مختبر الرقابه الدوائيه، وايضا مستشفى الجراحي الكويتي اللي هو سعه 250 سرير. طبعا هذا بالتاكيد لمتابعه وانجاز المشاريع المتلكئه وادخالها في الخدمه، وايضا توفير الاجهزه والمستلزمات، سواء كانت الاجهزه الحديثه، المستلزمات الطبيه والصحيه، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، سواء كان في محافظه البصره او بقيه المحافظات الاخرى. طبعا واحنا مثل ما شفنا انه معالي الوزير شاف انه هذه المراكز، خصوصا اللي مركز مستشفى البصره التخصصي للاورام، اضافه الى مركز البصره للعلاج الاشعاعي، كان من ضمن المراكز او اللي هو المركز اللي يعتبر النادر في العالم من ناحيه انه قائمه الانتظار مالتها تكون يعني لا تتجاوز ال 24 ساعه. اذا احنا قارناها مع بقيه دول العالم المتقدمه، ممكن قائمه الانتظار اللي هي تكون يعني لمده تكون لاشهر، لكن في البصره في مركز الاورام طبعا كانت قائمه الانتظار هي لا تتعدى ال 24 ساعه. وطبعا هذا بالتاكيد يعني بالتأكيد يعكس جهود الجبارة للكوادر، سواء كانت الطبية أو الصحية، والكل منتسبين الموجودين في المركز. فبالتالي هذا أيضا يعني إشادة مهمة وكبيرة أنه نشيد بهذه الإنجازات اللي يتم حصدها من هذه الكوادر أو المنتسبين أو المركز الموجود في محافظة البصرة. طيب أستاذ صباح، يعني لما تكون كل هذه المنجزات ولكن قبالتها أيضا يعني وزارة الصحة حالها حال بقية القطاعات الأخرى، من بنى تحتية، تلكؤ بالمشاريع الاستثمارية، أكو قضايا ما متعلقة بوزارة الصحة متعلقة بجهات أخرى، وزارات أخرى، تنفيذ المباني، لكن عندما جمعنا كل هذه عدد المستشفيات اللي وصلت فيها نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة، ولكن
لم تنتهي وبدأت السنين تتعاقب عليها. هذا الموضوع ينطينا تحديات، بالتالي هل هي مسؤولية وزارة الصحة أم أن الأمر يحال إلى مجلس الوزراء، يكون هذا الموضوع مسؤولية رئيس الوزراء حتى يستطيع التنسيق بين الجهات المعنية؟ نقل صلاحيات الوزراء إلى المحافظين هذه كانت نقطة مهمة وجيدة، لكن في نفس الوقت هي خلقت أزمة كبيرة جدا. الصراع السياسي هو أثر على نوع الخدمات التي يقدم إلى المواطنين وخاصة في المجال الصحي. يعني أضرب لك الكثير من الأمثال، هناك مستشفيات منذ سنوات طويلة تحدثنا عنها وإلى حد الآن هي لم ترى النور، كمستشفى الفضيلية ومستشفيات أخرى، يمكن كمستشفى النعمان وغيرها، منذ عام 2014 وإلى حد الآن نتحدث عن هذه المستشفيات، لكن دخول داعش على الخط والصراعات السياسية والمناكفات وغيرها أجل الكثير من المستشفيات أن تتحول إلى مستشفيات واقعية. إذا انتقلنا إلى المستشفيات القديمة، فالمستشفيات القديمة هي أيضا أصبحت متآكلة ومهترئة، والأبنية يعني تكون أبنية آيلة للسقوط. علينا أن نعود إلى البناية الضخمة التي سقطت في الكرادة، وهي كانت جزء من الاستثمارات، يعني من دائرة أو هيئة الاستثمارات، كانت هي بناية للتحليلات. أنا لا أريد أن أتحدث عن هكذا أبنية، ولكن أقول علينا النظر إلى الأبنية الأخرى القديمة، سواء يعني في أغلب الأشياء أريد أتحدث عن أبنية مدينة الطب اللي هي أبنية قديمة، النظر إليها قد تكون هناك أبنية متهالكة، الاتيان بمهندسين وبفرق الدفاع المدني للنظر ما إذا كانت هذه الأبنية هي صالحة للبقاء لمدة طويلة حتى لا نفجع. نحن دائما نفجع بالحرائق، هذه الأيام بدأنا نفجع بمشاكل اسمها هدم، عمليات الهدم، بعد أن كنا نستمع بقضية حرق وغيرها. أضف إلى نقطة مهمة جدا، يعني عندما تحدث السيد وزير الصحة في البصرة وقال بأن هناك خلال الأعوام الثلاثة سيتم إنجاز 24 مستشفى، هذه طبعا مؤشر جيد إذا كانت هذه المستشفيات هي وفق المواصفات العالمية، لا وفق المزاج المقاولين ولا وفق المزاج الاستثماري أو وفق مزاج حيتان الفساد الذين يريدون التدخل في هذا العمل ويحاولوا أنهم يكتنزون الأموال مقابل أن لا تأتي الأبنية بالمواصفات الجديدة. أضف إلى النقطة أعتبرها هي أهم من هذه النقاط، لاحظ عزيزي إحنا اليوم هناك بعض الدول الأوروبية وهناك بعض المقاسات العالمية يقيسون ثقافة الشعوب في مستوى حماماتهم والجوانب الصحية. ما يؤسف له اليوم عندما تذهب إلى مستشفى معين، تذهب إلى غرفة مدير المستشفى ستجدها غرفة يعني جميلة جدا، تذهب إلى الردهات ستجدها جميلة، تذهب إلى غرف أو صالة الردهات إلى الصالات تبدأ العملية بالتآكل، تذهب إلى المرافق الصحية والحمامات ستجد أن المناطق الشعبية، الحمامات والمرافقات العامة في المناطق الشعبية تكون أجمل منها، هو يريد أن يكسب الزبائن ولكن المستشفى أهمل هذا الجانب وهي معنية بالصحة. لو كانت هناك إدارة تنظر برؤية فندقية إلى الجوانب الصحية والحمامات وغيرها ثم النظر، أي يعني شنو المسؤول اليوم يستنكف مثلا يدخل بحمام مثلا؟ أخوان قلت تحدثت مع السيد الوزير مباشر، قلت يعني معيب اليوم إذا الوزير أو وكيل الوزير أو أحد يدخل مباشرة إلى المناطق الصحية في المستشفيات، لأن أنت تعرف إيش قد المواطن تتعب له إذا من الصبح الطبيب أو الطبيبة وتسوي له تحليلات وكشفيات، بس يدخل للجهات الصحية والمرافقات الصحية يشوفها مو بالمستوى المطلوب والريحة تسكم الأنوف، راح يطلع برا يدق طبل على المستشفى، هي مستشفى ما عنده فد مشكلة، رأسه نجى شال لك الموبايل وجى صور لك المكان ونزله على اليوتيوب أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين قال هاي المستشفى الفلانية، وين الحكومة وين الدولة؟ كل ذيك المنجزات من شافن، لكن بسبب خلل بسيط في الجانب الصحي أو المستلزمات الصحية خلقت طيب. هذه المشكلة. طيب. إذن ما أريد أن ألخصه، علينا التدقيق على بعض الأمور الخفية التي لا يركز عليها وبعض الأمور التي هي تمس المواطن بشكل مباشر، عندما نركز على هذه الأشياء نستطيع بعدها أن نركز على الأشياء الأكثر أهمية. طيب دكتور، نتحدث اليوم يعني كل هذه الإرهاصات لدى المواطن، لدى المراقب، لدى الشارع البصري، بل كل المحافظات اليوم لما تعاني
وتريد أن ينشط ويتم العمل بالقطاع الصحي بأحسن وجه، خلينا ننظر إلى جانب دولي. بصراحة اليوم احنا تتزامن هاي الزيارة، زيارة الوزير، مع قرب بطولة خليج 25 اللي راح تقام بمحافظة البصرة. هنا نتساءل كيف تتبع الوزير مع دوائر الوزارة في المحافظة خطة الدعم الصحي اللي راح تنفذ بالتزامن مع هذه البطولة. نعم، يعني مثل ما تفضلت حضرتك هو حدث كبير يعني، وهذه الزيارة تزامنت مع بطولة خليجي 25، وبالتأكيد هذا حدث مهم وراح ينعكس بصورة إيجابية إن شاء الله لكل بلدان العالم، وأيضا كذلك راح يكون وفود يعني سواء محلية أو عالمية، وراح أيضا راح يشهد كثافة سكانية. فهذا الحدث المهم بالتأكيد وزارة الصحة راح يكون لها دور كبير، وأيضا هيئت كافة الأمور اللوجستية، وراح ابتداء طبعا من يوم الاثنين اللي هو افتتاح نادي الميناء العراقي وأيضا الفريق الكويتي. فبالتالي بالتأكيد الأمور اللوجستية مهيئة، وأيضا وضع خطة خاصة، خطة طبية خاصة لهذا الحدث الكبير، من ناحية أنه استعداد تام لنقل الحالات المرضية أو الحالات الطارئة لا قدر الله، طبعا أيضا بعجلات إسعاف إلى المستشفى الموانئ، طبعا هذه اللي تبعد أمتار من الملعب، أيضا كذلك تشكيل فريق طبي ومرابطة سيارات الإسعاف طبعا اللي هذه تنقل الحالات المرضية، أيضا عند هاي مداخل الملعب أثناء إقامة المباراة، وأيضا في الفنادق بالنسبة للرياضيين والمشجعين. أيضا هذه طبعا راح تكون بالتنسيق مع غرفة عمليات صحة البصرة، إضافة إلى سيطرة الإسعاف الفوري المركزي، وطبعا تجهيز غرفة هذه راح تكون غرفة الإسعافات الأولية داخل الملعب. يعني أنا ما أعرف بالرياضة، لكن راح ممكن هذه راح تكون أول يعني حدث إنه يكون غرفة إسعافات أولية داخل الملعب، طبعا هاي مجهزة بالمستلزمات الطبية، وأيضا راح تكون كصالة طوارئ داخل الملعب، راح تكون مجهزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية وأيضا الأدوية الطارئة طبعا لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين سواء كان من الرياضيين أو حتى المشجعين لا قدر الله. طيب. طبعا أستاذ صباح، اليوم نتحدث عن بعض الردهات والأقسام عندما يتم شمول هذه المباني بزيارة وزير الصحة. نتحدث عن يعني بعض التفاصيل هسه، مرة على مستوى افتتاح مستشفى الجهاز الهضمي اللي كان جاهز الافتتاح مثل ما أشارت الدكتورة، أو أنه راح يكون هذا الافتتاح هو إضافة نوعية لأبناء المحافظة، ومرة نتحدث عن المشاريع المتلكة، ومرة نتحدث عن مشاريع جديدة باعتبار أنه اليوم احنا مقبلين لما الحكومة تقول نحن حكومة خدمات والصحة من أولى الأولويات، فالتأسيس لمشاريع جديدة سواء في البصرة أو غيرها من المحافظات أصبح هذا الأمر ضرورة حتمية. كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ يعني أنا أقول إذا كانت مثل هكذا منجزات يعني بهذه الطريقة بهذه الكيفية، هذا شيء يعني مدعاة للسرور، ولكن يفترض أنه الكشف عن الجهات التي تحاول أن تعيق هذا الأمر. إذا قلنا عن الأموال، فالأموال هي الوزارة الصحة، للأسف الأموال لا تتوافق مع حجم ما ينفق لها، وإذا كانت القضية تتعلق بالمحافظات فالمحافظون هم يعطون من الأموال الأشياء الكثيرة، ولكن عندما يصلون إلى أعتاب المستشفيات للأسف نجدهم يعني لا أدري يعني ما نوع الخلل الذي يوقف، هل هناك ضغط سياسي أم هل هناك إهمال من قبل بعض المحافظين الذين يهملون الجانب الصحي. لو تحدثنا عن بعض البلدان غير المتقدمة، لا أريد أن أتحدث عن البلدان المتقدمة، سأتحدث عن الأردن، سأتحدث عن تركيا وعن إيران، اللي إحنا نسميه مستوصفات، عندنا هاي المستوصفات الصغيرة اللي مال قلع الأسنان وتضميد وجراحة وخياطة، وهذه اللي هسه بدأ المضمد العادي بالمنطقة ممكن يسوي هاي الأشياء. كان يفترض أنه أكو شعبة للطوارئ في هذه المناطق، وبخاصة الأمور الخطيرة، يعني بكل مركز صحي لازم أكو سيارة إسعاف مهيئة، مو سيارة إسعاف عاطلة يقول لك والله إحنا ما عندنا
او سياره الاسعاف هي موجوده، مثل ما اكو سيارات اطفاء حريق في كل منطقه قريبه تكون، بمجرد ما واحد يصاب مثلا حريق يخابر على الرقم للطوارئ يحولوه الى اقرب نقطة اللي يجون، يفترض هكذا تكون، مو يجي لي سيارة من ابعد المناطق ويجي لي الحالات الطارئة، بغض النظر عن هذا الامر، لا اقول انا بتاكسي اودي هذا المريض، اقرب، يفترض ان تكون الاسعافات الاولية موجودة بهاي المستوصفات، انا من اجي بالليل لهذا المستوصف والله القاه منتهي، والله شنو الدوام خلصان من الصبح من 8 لحد 3 الظهر او ما ادري شنو، لا هذا شيء غلط، اذا انا بدل ما افكر ان انشئ مستشفيات كبيرة خلي اعزز المستوصفات الصغيرة واخلي دوامهم ليلي ليل ونهاري واجيب كادر وكادر متقدم حتى شنو ينقذون الناس في لحظه الحراجه، ليش مثلا على سبيل المثال واحد خلي نقول في شرق القناه او في مثلا في قاطع 9 نيسان، خلي نقول بالفضيليه او خلي نقول بالكماليه او بهاي المنطقه الرشاد ما رشاد، اذا صار بي فد مرض او وعكه صحيه اقرب مستشفى له راح يكون مستشفى شو اسمه مستشفى الكندي مثلا، هاي المسافة البعيدة منك يقطع نص بغداد على مد يوصل لأقرب المستشفيات إلى، إذا خلت كل المستوصفات هي المستوصفات في داخل المناطق كحالات طارئة لحين إنقاذ هذا الإنسان اللي هو عنده وعكة صحية، حالة قلبية، أزمة حصلت أو طيب. حالة كسر أو حالة ارتجاج حتى يقدرون بعدين يلحقوا يودوه للمستشفيات التخصصية. طيب. أعتقد إذا كان معالجة مثل هكذا أمور فهذا اعتبره قفزة نوعية أفضل من التفكير بإنشاء مستشفيات جديدة. طيب. أو مناطق يعني للعلاج او حتى لا نجبر المواطن ان يهجر اموال العراق ويذهب الى خارج العراق لغرض كل المعالج. الظروف تدار بباكج واحد. دكتوره ربا في سؤال اخير حضرتك، يعني زياره مختبر الرقابه الدوائيه من قبل وزير الصحه واكد على اهميه تنظيم القطاع الدوائي، حمايه المستهلك، ضبط جوده الادويه وتداولها بما يحقق الامن الدوائي، هذا الموضوع على تماس مباشر مع صحه المواطن، هل من الممكن تصحيح الأوضاع التي كانت سائدة عن ذي قبل؟ نعم بالتأكيد، يعني إحنا هو الإنجاز مو فقط إنجاز المشاريع وإنما حتى القطاع الدوائي وتنظيم القطاع الدوائي مثل ما حضرتك تفضلت، وأيضا جودة الجودة الدوائية المقدمة إلى المواطن العراقي أيضا، يعني هي هذه كانت يعني من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، هو قلنا إنجاز المشاريع المتلكئة وأيضا من ضمنها طبعا جودة الخدمة الدوائية المقدمة للمواطن العراقي. وإحنا ذكرنا يعني زيارة السيد الوزير إلى محافظة البصرة هي لتذليل المعوقات أيضا الصعاب اللي موجودة وأيضا متابعة الواقع الصحي وأيضا إذا كان أي هناك نقوصات أو عدم إكمالية لها حتى يتم إنجازها لهذه المشاريع المتلكئة، واللي من ضمنها أيضا مختبر زيارته لمختبر الرقابة الدوائية. ايضا كذلك انه نذكر هي المستشفى اللي ذكرناها مستشفى السياب التركي هذه سعه 492، هذه قلنا احنا راح يتم انجازها. عندنا مستشفى الجراحي الكويتي اللي هي سعه 250 سرير، هذه طبعا جاهزه للافتتاح. وايضا بالتاكيد هنالك مشاريع اخرى ومراكز متخصصه، وايضا من ضمن البرنامج الحكومي هو الاهتمام بالمراكز التخصصيه من ضمنها مركز المراكز السرطانيه وايضا المراكز القلبيه وغيرها من المراكز الاخرى. بالتالي التقديم ايضا الادويه، تقديم افضل الخدمات للمواطن من ناحيه ايضا المرضى السرطان، توفير الادويه السرطانيه لهم وايضا بجوده دوائيه جيده، وايضا كذلك انه هذه من ضمن البرنامج الحكومي وايضا من اهتمامات وزاره الصحه لاكمال هذا الملف. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة ربا فلاح من إعلام وزارة الصحة، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل بالبقاء معي أستاذ صباح زنقنة لنتابع في الملف الآخر. كونوا معنا مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع من جديد. حياكم الله. امتلاك العراق معالم سياحية كثيرة وافتقار إلى الترويج واطلاع الدول على خرائط السياحية أسهم بتراجع استقطاب السياح، بالوقت الذي دعا الخبراء إلى ضرورة إنشاء شركة عراقية دولية تجهز برامج السياحة الآثارية لمواقع الحضارات في البلد، وذلك من خلال رحلات منتظمة إلى العراق، لكن هذا العمل يقتضي آليات تسويق من الطراز المتقدم.
إذن مشاهدينا الأحبة خلونا نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. نجتمع اليوم في عمان والأمل يحدونا بالمضي نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار والرخاء والتنمية في المنطقة. السياحة في البلد أولت لها حكومة الخدمات اهتماما كبيرا في برنامجها الحكومي، بعدما كانت تعاني الإهمال منذ ثمانينات القرن الماضي إلى يومنا هذا، فلم تعد هناك سياحة في العراق بالشكل الذي كانت عليه بحسب المتتبعين للتاريخ. فالحروب المستمرة والصراعات السياسية وامتدادها إلى حين دخول تنظيم داعش بعدما أصبحت بعض المناطق ساخنة في البلاد، فقد قتلت واحدة من أهم موارد الدولة ألا وهي السياحة. لكن اليوم جاءت تحركات حكومة الخدمات بتفعيل هذا القطاع كما جاء في البرنامج الحكومي بتحسين الاقتصاد من خلال استثمار المقومات السياحية وتطويرها الدينية منها والترفيهية، وكذلك ما جاء بتصريح رئيس الوزراء في مؤتمر قمة بغداد برغبة الحكومة إلى الانفتاح على بقية الدول وتعزيز التعاون والشراكة، وهذا يلعب دورا كبيرا في تطوير مرافق السياحة في البلد وجعلها بيئة جاذبة للسياح. فالاعتماد على مورد النفط في تنمية اقتصاد البلد يراها الخبراء مسألة صعبة وضارة بالمردودات المالية، إذ لا بد من تعدد الموارد بالإمكانات الممكنة، ومنها استغلال النفوذ السياحية والآثار التي صنف بعضها ضمن التراث العالمي، بالوقت الذي جاء حرص الحكومة على زيادة دخل الدولة مما تلقي بالمنفعة على المواطن في توفير فرص العمل للعاطلين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيف الكريم الأستاذ صباح زينقان رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، حياكم الله أستاذ صباح مجددا، وأرحب بضيف الكريم الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. دكتور حيدر، نتحدث اليوم عن السياحة بهذا المفهوم المعاصر، لما دول تستخدم كل طاقاتها سواء في الفن والدراما وغيره بالإضافة إلى المسارات التقليدية للترويج عن السياحة. اليوم نشوف أنه السياحة مقتصرة على مجرد سفريات، شركات سفريات إلى داخل العراق إلى خارج العراق، حاج عمرة. شنو اللي من الممكن أن نصنف العراق على الخارطة السياحية حتى نستطيع أن نفهم ما له وما عليه؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. لك كل التحايا. حقيقة العراق أمامه فرص كبيرة بالسياحة، أولها زيارة البابا إلى العراق، هذه تعتبر من أهم المكاسب التي ينبغي على العراق الاستفادة منها، فممكن أنه نستفاد من هذا الموقع كزيارة تعتبر مثل الحج، أشبه بالحج من قبل المسيحيين إلى العراق، ويحتاج طبعا هذا الموضوع إلى أنه نهيئ بنى تحتية ونهيئ مباني على مستوى راقي ويستوعب هذه الأعداد ويكون كفؤ لهم، كذلك تهيئة مجموعة من التشريعات الخاصة بالسياحة بتلك المناطق بحيث تناغم السياح من مختلف دول العالم. كذلك عندنا مجموعة من الأماكن الأثرية منها مثلا بابل، فنلاحظ أنه غير مهيئة حقيقة لاستقبال السياح كما هي وغير معمول عليها من قبل الإعلام. فمثلا إذا ما قارناها بجرش أو بالأهرامات في مصر، فسنجد أنه نسبة كبيرة من التفوق هناك، لكنه بالمقابل أنه في وضع صعب للغاية، غير مستفيدين منها. هذه من جانب السياحة الآثار. أما من جانب آخر فممكن أنه نحدد بعض التشريعات الخاصة بدعم دخول الوافدين وحصولهم على الفيزا، تقليل الكلف الخاصة بالسياح والزائرين، فكلما انخفضت كلف السياحة داخل العراق والكلف دعمنا المرافق السياحية، فسيكون هناك إقبال من قبل السياح من مختلف دول العالم،
وكلما سهلنا موضوع دخولهم كلما ازداد الأعداد. مختلف دول العالم تتسابق وتعتبر السياحة هي مورد، في بعض الدول تعتبر مورد أساسي، ونحن نطمح أنه تكون السياحة هي مورد لدخل، تضيف للعراقيين وتصنع آلاف فرص العمل. وحقيقة أنه السياحة إذا ما أعطيناها تقييم من 1 إلى 10 فسنجدها ممكن أنه نعطيها تقييم 3 من 10. أها، 3 من 10 تقييم السياحة حسب الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور. أستاذ صباح، اليوم نتحدث عن، حتى نكون موضوعيين، عما تعرض إليه العراق من دمار البنى التحتية، الحروب اللي مر بيها، حتى التهديدات اللي تعرضوا إلها السواح والزائرين في الزيارات المليونية للأربعين، في غيرها من الزيارات، في السياحة للعراق. هذه التحديات إلى ما نعزوها، هل أن السبب الأمني هو القاهر أم أن الظرف السياسي أصبح هو الحاكم حتى نستطيع تفسير هذا التراجع في قطاع السياحة تحديدا؟ أجدد ترحيبي بك أستاذ أحمد، والتحية لضيفك الكريم ولجمهوركم الكرام. ربما كان شطرا من سؤالك أجبت عليه بأن الجانب الأمني، ونحن نعلم بأن الأمن هو يعتبر العصب الرئيسي في استقرار كل بلدان العالم أو أي دولة من دول العالم. اليوم إذا قلت عندي سفرة إلى أوكرانيا، خلي يقول سياحة العراقيين يروحوا إلى أوكرانيا أو إلى روسيا مثلا، يقول لك أنا بالنسبة لي ما مستعد أنه أجازف. في السياحة وفي رأس المال يكونان جبانين عندما تكون هناك مشكلة في الإطار الأمني. اليوم عندما تأتي بعض المؤشرات وتقول بأن العراق يعاني من اختلال أمني، وكذلك من وجود ما يطلقونه في كل مرة الميليشيات والعصابات، وما تحصل من هنا وهناك من نقل لمشاكل العشائرية اللي تصير والضرب وغيرها والأمور الجرمية التي تحاول بعض الفضائيات الصفراء من الصباح حتى المساء التركيز على هذه الأمور، هذه إنما يعني بأن هناك استهداف للعراق في مثل هكذا فضائيات وفي مثل هكذا وسائل الإعلام لكي يبينوا للطرف الآخر بأن العراق هو منهار اقتصاديا. وأنا اليوم شفت تقرير جميل جدا لسائحة أمريكية منتشر يعني في كل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف كتبت في البداية أن العراق بلد خطير أن تدخل في العراق، ولكن سرعان ما غيرت هذه الخطورة عندما جاءت وزارة شمال العراق، وزارة الجنوب، وزارة الأهوار، ثم صعدت إلى ملوية سامرة ودخلت إلى العتبات المقدسة وذهبت إلى الأماكن الموسيقى والغناء وذهبت إلى المكاتب، عملت جولة في العراق وقال كل شيء جميل، وقالت كل شيء جميل في العراق. نحن اليوم واجبنا أننا نستفيد من العاملين في مجال اليوتيوبريه اللي احنا نسميه العاملين، نعم، في مجال السوشيال ميديا. خلينا نبين لهم ترى العراق هو عامل سياحي كبير. عندما نتحدث اليوم عن السياحه، السواح الايرانيين الذي ياتون الى هنا لا نحتاج الى دعايه، الشعب العراقي هو اثبت جدارته بالكرم وكيف انه يدلك اقدام الزائرين ويفتح بيوته للزائرين، بل البعض يحاول ان يهدد بعض الزائرين من منطقه الطرافه العنيفه ويقول له بانك اذا لم تدخل بيتي ساكسر رجلك وهو يبكي. إذا كل هذه الأمور التي تأتي بشكل مجاني سيفتح باب السياحة باعتبار العراقي بطبعه كريم. حتى ممثلة الأمم المتحدة عندما تزور بعض المناطق المواطن العراقي يعطيها أشياء بدون مقابل، وحتى الشخصيات المعروفين الذين يأتون معه. إذا الشعب العراقي بطبعه هو كريم. الوجود أو القاء أو الفكر الاجتماعي للشعب العراقي أرضية خصبة لأن يتلقى الكثير من السياح، لكن بدون دعم سياسي. الدعم السياسي، أنا أتحدث عن الابتعاد عن المناكفات حتى لا نسقط هيبة السياحة في العراق، بدون دعم إعلامي لا تكون هناك عمليات إسقاط العراق من أعين الناس من أن العراق هي دولة غير مؤمنة وهي بيئة طاردة للسياحة. إذا لم نحقق هذه الأمور فمن الصعب أننا نحقق السياحة، ونحن نعلم أن الروافد السياحية في العراق كثيرة جدا، الروافد الدينية والسياحة الترفيهية وكذلك السياحة المتعلقة بالجهات الحضارية والتراثية وغيرها، لدينا الكثير، لكن للأسف سياسة التوظيف والمنهجية في ترتيب الأولويات كل هذه الأمور للأسف الشديد هي غير موجودة، وربما بسبب الضاغط السياسي تحديدا. طيب هنا دكتور حيدر نتحدث عن قطاع السياحة لما يكون متراجع، وحضرتك قطعت 3 من 10، نشوف أنه هو بتشابك مع كثير من القطاعات، أوضحها أستاذ صباح زنقنة. نتحدث هنا عن الأنشطة الاقتصادية، من وجهة نظر حضرتك كمتخصص
إذا ما تحرك قطاع معين، خلينا نفترض قطاع السياحة، إذا ما تحرك اقتصاديا، هل من الممكن أن ينعش ويحرك القطاعات الأخرى؟ بالتأكيد قطاع السياحة أو أي قطاع آخر يكون مرتبط مثل السلسلة. هذه السلسلة تتقدم إما باتجاه الإيجاب أو تتقدم بالاتجاه الآخر، أنه إذا ما تراجعت هذه القطاعات فستؤثر على قطاعات أخرى. أتفق مع ضيفك الكريم، الظلم الإعلامي للعراق أو عدم التوظيف الإعلامي الجيد هذا السبب، بالإضافة أنه إحنا حاليا ظلم من ناحية ظلم أمني، العراق بلد مستقر وبلد آمن، لكنه يصور كثيرا أنه البلد غير آمن. نضيف أنه البيئة بالعراق وخصوصا الجو في كردستان هو جو معتدل، وهذا مشجع للسياحة. نحن نحتاج أيضا إلى بعض المقومات البسيطة حتى ندعم السياحة. مثلا معظم دول العالم تتعامل بطريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت وغيرها، وهذه لكن العراق بمعظم المجالات الاقتصادية تعامل بالنقد، يحتاج أنه نطور مثل هذه المجالات حتى ندعم أيضا قطاع المصارف وندعم السياحة الذين متعودين على آلية دفع نقدية خاصة. ممكن إذا دعمنا قطاع السياحة ممكن أنه نحصل على عشرات أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من فرص العمل. والدعم قطاع السياحة ممكن أنه يكون دعم بطرق متنوعة، فمثلا تخفيف الضرائب الرسوم غيرها أو إلغائها لفترة معينة حتى نشجع هذه القطاعات، وخصوصا مثلا المشاريع الحديثة. فمثلا ممكن أنه يكون قانون، تشريع قانون مثلا تلغى الضرائب عن المشاريع الحديثة لمدة 5 سنوات حتى ندعم هذه القطاعات بمختلف الطرق. مشكلة يعاني منها العراق وهي قطاع النقل، فالازدحامات كبيرة جدا، وهذه طبعا تؤثر كثيرا على الحركة وتؤثر على معظم القطاعات المختلفة ومنها قطاع السياحة. طيب أستاذ صباح، يعني نتحدث عن هذه القطاعات المهمة، بالتالي أكو قضية أيضا مهمة جدا، هو لازلنا في الحديث عن تأثير قطاع على قطاعات أخرى، هذا من ناحية اقتصادية بينها الدكتور حيدر، ولكن حتى الجانب الأمني إذا ما تم تحريك وتفعيل الجانب السياحي وهذا الاقتصاد وهذه الورقة السياحية تفعلت، هل من الممكن أن تسهم إسهاما فاعلا في الاستقرار الأمني؟ يعني مسألة عكسية، وأشرتم ضيوف الكرام إلى أو الدكتور حيدر أشار إلى زيارة باب الفاتيكان قبل عامين أو قبل عام، إلى الحج إلى أور وغيرها ولقاء السيد السيستاني. إذن هذا بحد ذاته هو عامل اطمئنان وعامل أمان سواء للداخل أو الخارج. يعني طبعا المؤشرات الأمنية اليوم هي أفضل بكثير من الأيام السابقة، وخاصة أنه الشعب العراقي أصبح منهكا نتيجة الحروب الطويلة التي عاناها في السابق ويعانيه ويعاني منها في الوقت الحالي. هناك خروقات أمنية تحصل هنا وهناك، قد تؤثر مناطقيا وتؤثر نفسيا على نفسية الفرد العراقي، لكن نحن خوفنا من عامل التهويل، وهذا العوامل اللي اليوم مثلا من واحد يقول لك فد عبارة يقول لك لا تروح لفلان منطقة دماية للركاب. يعني أنا من أريد أنفي هذا الأمر أروح بنفسي، يعني يعني وصية، يعني نصيحة من شخص إعلامي إلى المواطن. أي حدث أي خبر السمعة طير نصه، قول نصه كذب، النصه إلى الآخر إن وحده خليه في مجال الشك والنص اللاغ في مجال اليقين، والربع اللاغ في مجال اليقين، يعني يسوي ربعين. بقى مجال اليقين لدى المصداقية راح تلقي به حوالي 10% صدق أو 12%. إذا كل هذه يتطلب من عندك شنو؟ مثل ما نقول قول الإمام علي عليه السلام، كلمة رائعة اللي يقولها: إذا هابك أمرا فقع فيه، أو إذا خفت من شغلة طبية خلي تشوفه بعينك. تشوف هذا الأمر. ولهذا ليش دائما يقول لك في المشاكل اللي تصير خلي تكون لجان يروحون؟ ليش الصحفي معروف عنه بالشجاعة وخاصة في المجال الصحافة الاستقصائية يروح يتأكد من نفسه؟ يعني اليوم مثلا من يجيك مثلا واحد يقول لك السياحة في أذربيجان، قبل فترة قبل عام كانت نتيجة الصراع الذي حصل بين أذربيجان وأرمينيا والحرب الذي حصل بينهم كانت السياحة متوقفة. اليوم السياحة عادت مرة أخرى إلى أذربيجان وبمبلغ قليل، يقول لك 20 دولار أنا أخليه يروح. بدأوا الناس، بدأوا العراقيين يروحون بعد أن كانوا إلى مناطق في أقليم كردستان وفي شمال العراق. بالتالي الجانب الأمني له دور كبير جدا. أضف إلى هنالك
الجوانب الاستثمارية لها دور. يعني اليوم عندنا في العراق لو كان هناك قانون معني بالسياحة في جانب العراق وفي مجال الاستثمارات في القطاعات السياحية، لو كان هناك قوانين لاستطعنا أننا نبرز الكثير من الأمور القوية. يعني على سبيل المثال أنا اليوم عندما أتحدث عن سياحة، مواطن يجيك من خارج حدود العراق مثلا، خلي أنطي إيران أنطي مثلا، يا أخي أنت جرب، أو حتى المواطن خوم جرب، ما شاء الله المواطنين دي يروحون لإيران ويجون زيارات العتبات المقدسه والسياحه العلاجيه وغيرها، يقول لك انا من ادخل اخرج من المنفذ الحدودي من الزرباطيه، نعم، يوصل هناك يشوف الدنيا مخنوقه، بس عبر سياج صغير وصل الى منفذ مهران، تختلف كل الظروف، تختلف اختلاف. هنا نسأل دكتور حيدر، يعني ايش قد والحال كذلك عفوا بالنسبه للمنذريه وطاسنوجه يعني وغيرها من المنافذ الحدوديه. نعم. خلينا ننتقل لدكتور حيدر في سؤال اخير. دكتور حيدر، ما مدى امكانيه دخول القطاع الخاص على خط تنشيط السياحة، خاصة وأن التوجهات الاقتصادية في العراق تتجه نحو الخصخصة مرة، تتجه نحو تبني اقتصاد السوق؟ القطاع الخاص طبعا بالتأكيد هو قطاع يرغب بالربح والفائدة. مشكلة العراق بشكل عام الروتين والبيروقراطية والقوانين والأنظمة الصعبة والآليات المعقدة، وهذه ترتبت عليها كثير من الفساد الإداري مما أعاق العمل وصعوبة يعني الحصول على إجازات وممارسة الاستثمارات. فمثلا إذا شخص معين ينوي مثلا، أو مجموعة يعني فرضا شركة نسميها تنوي الاستثمار، عندما تذهب هذا يطلب من عندها المبلغ الفلاني، وذاك تذهب إلى غير جهة المبلغ الفلاني، ومن الاستغلال هذه بالتأكيد طبعا توقف المشروع. والبعض يحسب حسابات معينة أنه يصرف مثلا حدود $500,000 كرشاوي لفاسدين حتى يسهلون الموضوع، طيب هذا ايش راح يجيب له من ربح؟ فإحنا حتى نبدي وندخل القطاع الخاص ونكون حق يعني منتجين بشكل حقيقي، يجب علينا تغيير الآليات، تغيير التشريعات الاقتصادية، تغيير الهيكل التنظيمي للعملية برمتها. وهذا ما وعدت به، عفوا دكتور المقاطعة، ما وعدت به حكومة الخدمات اللي وصفت نفسها بأنها جاءت من أجل تحقيق الخدمات للمواطن، ونظل احنا في المجال الإعلامي متابعين لكل هذه الملفات. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي، أثرت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين على هذه الإثراءات في الملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.